كنا حابين نعرف حضرتك ايه تقييمك لرفع اسعار الطاقه وتحريك بعض جزء منها بالذات التصرفات في الفتره اللي فاتت. شوف هذه القضيه لابد ان تؤخذ، ومن الصعوبة بعض الدوائر وللاسف الشديد ان دي تراكمات كبيره. احنا دلوقتي بناخد قرارات دي بتعتمد، انا فاكر زمان المركزي بيه في الاهم من وزارات السبعينات، المركزي بيه حجازي بيه كيلو اللحمه بقى بجنيه، وانا فاكر انها الدكتور عويس حجازي رد عليهم قال لهم هو كان ب 65 قرش بس عشان السجع يعني، قال لهم اذا ما اكلتوش النهارده بجنيه كده هتاكلوا بكره ب 5 جنيه. 5 جنيه النهارده بناكله بكام؟ ب 35 جنيه دلوقتي. اذا لابد انك تاتي مع بعض، لابد انك تتعامل مع القرارات. قافل بعض السياسيين اللي بياخدوا قرارات رخيصه عشان يكسبوا بيها شعبيه، ما تلبس انها تكون لها اثار سيئه على الاقتصاد. انا الحاجه اللي انا بقدر صانع القرار انه بياخد قرارات صعبه تؤثر على الشعبيه سلبا ولكن تؤثر في مصلحه الامه. ولذلك نحن نحيي هذه القرارات ونؤذرها ونؤيدها. ثم انك الان بدات تخش في سوق حره، سوق حره بقى معلوم انك انت بتدعم الانعتاج مش بتدعم السلعه. تدعيم السلعه دايما يعطي فساد، لان السلعه اللي ليها سعرين يبقى فيها سوق سوداء وفيها انحراف وفيها تهريب. فنحن نسير الان في طريق التصحيح، تصحيح السوق والاستثمار والتنمية مناخ. نحن نريد أن نعيد إلى مناخ الاستثمار المناخ الحقيقي. المناخ الحقيقي هو آليات السوق، تحكم السوق وتحاول بقدر الإمكان أن تجعل الإنسان يشتري ويبيع بسلعة بقيمتها الحقيقية، ليست بقيمة مدعمة من الحكومة وليست بقيمة. وأنا أعتقد أن ليست من العدالة إطلاقا أن أنا أروح أدعم البعثات الدبلوماسية وهي العربيات كلها راكبين عربيات مرسيدس ومش عارف ايه، كل ده بنزين مدعم. هل ده منطق؟ هل دولة فقيرة لو تصرف بتصرفهم الاغنياء لافتقروا؟ صح، ما بالك بقى انك دولة فقيرة. فده تصحيح لابد منه مش هزار. لكن بحب ان اقول للحكومة ان كل القرارات في اقتصاد معتدل تصحيحية تتطلب تقديم ليها، وتتطلب إعادة صياغة الأشياء، وتتطلب إقناع المجتمع والتمهيد ليها، وتتطلب إيجاد البديل اللي محتاج عشان ما نأثرش على الناس، وتتطلب دراسة الظروف الاجتماعية حتى لا نؤثر على حركة المجتمع والتراكيب الاجتماعية بتاعته فيحدث ما يشبه الانهيار الاجتماعي. فكل دي مسائل ينبغي أن تراعى في الاعتبار. قدموا لانفسكم، لابد ان احنا نقدم لانفسنا قبل ان نتخذ قرارات صعبه زي دي. طب حضرتك هل تعتقد ان رفع اسعار الطاقه، رفع اسعار الكهرباء، رفع اسعار الغاز كل مره واحده من الحكومه شيء جاي تاثير على الشارع؟ انا يعني ايه، ولا كان مرحله تدريجيه كان افضل؟ الحقيقه يعني اسال اللي طلع القرارات دي هو درسها ازاي او بتاع، لكن انا كنت افضل طبعا انها تاخد المرحليه وتاخد التوقيت ونقدم لها لنقنع المجتمع قبل ان ننزل بيه علشان ايه يستوعبها ويعرف اهميتها. النهارده احنا بنتكلم على اهميتها واهميه القرارات دي، لان ممكن الكلام ده يسبق القرار فيقوم في اريحيه بعد يستقبله ويحس ان هو ده ضروره ما هوش نوع من الرفاه. طب حضرتك بالنسبه انت من اكبر مصنعي الاسمنت في مصر، عايزين نعرف برضه التاثير لحركه اسعار الطاقه. بالتاكيد طبعا هيأثر على اسعار الاسمنت، لكن نحن سنحاول بقدر الامكان في المرحله القادمه ان نخفض من التكلفه قدر المستطاع حتى لا تتاثر السوق. سنحاول ان نستوعب هذه الزياده دون تاثير على الاسعار قدر المستطاع. طب حضرتك لو في نسبه ارتفاع كم في المية تقريبا كده؟ لا انا ما اقدرش. يعني الحكومه كان انا مهندس محرك قال من 2 انا رئيس مجلس اداره، مانيش مدرس تكاليف في البتاع. لكن عايز اقول لك انا حاجه، الذي اؤكده لك انني سوف ابذل اقصى جهدي، لان خلي بالك ان الاسمنت ده 300 مؤسس و30000 مساهم مش حسب راتب. وخلي بالك برضو ان سوق الاسمنت ما هوش بس اسمنت سينا، اسمنت سينا تبعد 400 كيلو عن سوق الاسمنت. لكن سوق الاسمنت
شركات كتيرة موجودة فيه هي اللي بتتحكم وحركة السوق وحركة العرض والطلب. لكن أنا أؤكد لك إن أنا على مستوى شركتي سوف يكون هامش الربح أقل هامش الربح، حتى الربح بتاعنا يبقى هو بس إننا يعني عايشين علشان نعدي المرحلة دي والشركة تستمر وتنمو. احنا جربنا الفوضى، الفوضى يعني معناتها نقضي على الأخضر واليابس. أشكرك جدا حسين، شكرا جدا.